اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا النبي خدعه قومه وغدروا به، فتمنى الموت ودعا عليهم، ولكن حدث أمر لا يصدق. هذا النبي هو نبي الله إلياس بن ياسين، نسبه يعود إلى النبي هارون أخي موسى عليهما السلام، وقيل هو النبي إدريس عليه السلام. الله سبحانه بعثه في بني إسرائيل بعد النبي حزقيل عليه السلام، وكانوا قد عبدوا صنما يقال له بعل، فدعاهم إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه، وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد، فدعا الله عليهم فحبس عنهم المطر 3 سنين، ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إنهم أصابهم المطر، فدعا الله لهم فجاءهم الغيث، فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر، فسأل الله أن يقبضه إليه، وكان قد نشأ على يديه اليسع ابن أخطوب عليه السلام، فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذا، فأي شيء جاءه فليركبه ولا يهبه، فجاءته فرس من نار فركب، وألبسه الله النور وكساه الريش، وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضيا. هذه قصة النبي إلياس عليه السلام، رواها ابن كثير عن وهب بن منبه مختصرة، ورواها الطبري بسياق أطول، وقد عقب ابن كثير عليها بقوله هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب والله أعلم بصحته. والذي ينبغي الاهتمام به في هذا الصدد أنه سبحانه بعث نبيه إلياس إلى بني إسرائيل في فترة من الزمن، وكانوا يعبدون صنما يقال له بعلا، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعلا يعني ربا، فأنكر عليهم عبادة هذا الصنم ودعاهم إلى عبادة الله وحده خالق كل شيء، وأخبرهم أنه ربهم ورب آبائهم الأولين، بيد أنهم لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه ولم ينقادوا له فيما طلب منهم، فتوعدهم الله بعذاب يوم القيامة، ولم يذكر سبحانه لهم عقوبة دنيوية. وقد أخبر سبحانه أن الذين أخلصهم ومن عليهم باتباع نبيهم مبعدون عن العذاب، وأن لهم من الله جزيل الثواب. وقد واجه النبي إلياس عليه السلام تعنتا من بني إسرائيل فلم يستجيبوا له ولدعوته، ولم يقبلوا براهينه وحججه عليهم، بل أنكروا عليه رسالته وتمادوا في معصية الله وفي ضلالهم، وأصروا على عبادة الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. أصر بنو إسرائيل على معصية الله وعلى عبادة الأصنام، ولما رأى إلياس عليه السلام عدم استجابتهم ضاق بهم ذرعا، وطلب من الله أن يميته ويلحقه بآبائه، إلا أن الله أوحى إليه أن صلاح الأرض يكون به وبمن يتبعه، فطلب من الله أن يمسك السماء على بني إسرائيل 7 سنوات، فكان له ما أراد، ولكن لمدة 3 سنوات فقط، وهذا من رحمة الله بعباده حتى وإن كانوا عصاه. استجاب الله لدعوة إلياس عليه السلام ومنع عنهم المطر 3 سنوات، فحل البلاء على بني إسرائيل وهلك الزرع وماتت الماشية. أما نبي الله إلياس عليه السلام فكانت الطير تنقل له الطعام والشراب، فلما اشتد الأمر على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم إلياس عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو الله أن يزيل ما بهم من مصيبة وبلاء. قال إلياس عليه السلام لبني إسرائيل إنما نزل بكم من بلاء وما حل بكم من جوع وعطش وما كان من هلاك زروعكم وماشيتكم إنما هو بذنوبكم وخطاياكم، فإن كنتم تريدون أن يرفع الله عنكم البلاء فتوبوا إلى الله وتضرعوا إليه،
فقبلوا ذلك. فدعا إلياس عليه السلام ربه وطلب لهم المغفرة والفرج، فاستجاب له ربه وأغاث بني إسرائيل بالمطر وأحيا بلادهم. وبعد هذه الأدلة والبراهين التي وضعها نبيهم إلياس عليه السلام بين أيديهم وكشف الله سبحانه وتعالى الضر عنهم، عاد بنو إسرائيل إلى ما كانوا عليه من عبادة الأصنام وإشراكهم بربهم، ونقضوا عهدهم وأصروا على كفرهم. فلما رأى إلياس عليه السلام عصيان بني إسرائيل واستكبارهم، دعا الله أن يريحه من بني إسرائيل، فأمره الله أن يذهب في يوم معين إلى مكان معين فيرسل الله له شيئا يركبه. فذهب إلياس واليسع عليهما السلام إلى ذلك المكان، فأرسل الله تعالى له فرسا قيل إن لونها كلون النار، فصعد عليها إلياس وصعدت به الفرس، وقذف كساءه في الجو ليكون بذلك علامة على استخلاف اليسع عليه السلام على بني إسرائيل، وانتهى بذلك عهد النبي إلياس عليه السلام. أجرى الله تعالى على يد إلياس عليه السلام عددا من المعجزات: أولا إحياء عدد من الموتى، ثانيا إطفاء النار بأمر منه، ثالثا أمره عليه السلام للنار بألا تحرق امرأة الملك التي رماها الملك في النار بسبب إيمانها، رابعا حبس المطر عن قومه بعد أن هددهم بذلك في حال أصروا على عنادهم وكفرهم، خامسا إنزال الغيث بعد أن آمن بعض قومه بدعواه ووحدوا الله تعالى. ذكر الله تعالى نبيه إلياس في القرآن الكريم مرتين وهما فيما يأتي، قال تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. قال تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ثالثا في قصة إلياس عليه السلام إخبار بأن الرسول عليه أداء الرسالة فحسب، ولا يلزم من ذلك أن يشاهد عقاب المكذبين لدعوته ولا هلاكهم. وفي هذا رد على المشركين الذين قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فإن هذا السؤال ظلم منهم، حيث طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس، وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله، والوقت الذي قدره، والموافق لحكمته الإلهية، فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد قال تعالى في هذا المعنى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي قصة النبي إلياس دعوة إلى التمسك بعبادة الله الواحد الأحد، ونبذ ما سواه من المعبودين، سواء أكانوا حجرا أم بشرا، وإنذار المشركين بالله أن العذاب آتيهم لا محال، إن لم يأتهم عاجلا فهو بالتأكيد آتيهم آجلا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.